واحد القضيه، حنا راه جويين كيما كان الوضع، حنا ديما تنشجعوا الرجاء الضراء والسراء. غير الحمد لله هاد الماتشات خصهم يتربحوا كما كان الحال، واخا كاع الغريم يكون كاع يدي البطوله كحنا خصنا نربحوا الماتشات ديالنا. ميساج للاعبين، ماشي كاع اللاعبين، كاين شي لاعبين ضابطين في ارضيه الميدان، وكاين شي لاعبين ما خصهمش يلعبوا في الرجاء اصلا، بلا ما نسمي المسميات هما معروفين، ما خصهمش يلعبوا في الرجاء اصلا. في الرجاء ما خصهم يكونوا بحال دوك اللعابه حشومه، حتى تفرجنا في الرجاء كانت كبيره، كانوا لعابه تبارك الله تيفرجونا، اما دابا تنفرجوها في الكراس حشومه كاع كوره ما تتسونطاج بهذيك الطريقه. بالنسبه لهاد اللعابه وانتم حتى الدوزيام، يعني ما الحمد لله عام دايز مزيان، غير حنا كنطمعوا ديما في الالقاب وفي البطولات، غير هاد العام كان مشاكل وكان ضغوطات وكان شحال من رئيس بدل، وكانوا لعابه ماشي في المستوى وانت دابا ماشي في المستوى. والحمد لله العام الجاي اللي جا السي الدراوي راه الامور غتغير، وخاص المكتب المسيرين خص بزاف ديال المحاسبه، خص ضروري تكون المحاسبه، لان فلوس الراجا راك عارف بلا ما هذا الشيء دوي عليها، كلشي دوي عليها، ونتمناو من الله يكون خير. واسي الدراوي واش نقول لك انا، بان لي السيد على ما بان لي على بالنسبه كيفاش يدوي راه غيكون خير داخل يعني داخل الحمد لله الرجاء، وانه كرجاوي غيكون تغيير ان شاء الله، غيخدم. هذا الدراوي احسن من الرؤساء الاخرين اللي دازوا، غيكون مزيان ان شاء الله. ابار الاولي اللي دازوا خربوا الفرقه، دار كان شي امور ماشي تلي، ولكن الحمد لله يكون خير. حنا ديما حنا الرجاويين تنقول يكون خير، ويكون خير ان شاء الله، وهاد الماتشات ان شاء الله غادي تربحوا وديما راجع. سي سور كان دوموندي من الجمهور ما يكون لا شغب لا والو، ولكن سي سور من السلطات ولا من السلطات المحليه يبدلوا يشوفوا من حال الجماهير البيضاويه باش يبنيو لنا شي تيران خارج مدينه الضربه بوسكوره ولا سليمان، حيت ستاد دونور ما بقاش خدام هنا في كازا. كتشوف الرجاء غير الرجاء خاصها واحد 90,000 تدخل اليوم ولا 100,000 غدا، غير التيران خاصهم يشوفوا شي حل. الملعب محمد الخامس راه ما بقاش غادي الغار كما قلت، راه لا كاليتي دو جو ما كايناش، لي جوغ لا كاليتي دي جوغ ما كايناش، العام الجاي ان شاء الله بانتدابات ايدي الرئيس والمكتب ديالو ولا الاداره التقنيه كنتسناو لاعبين في المستوى. اما هذا العام راه داك الشيء اللي عطى الله، نجيبوها دوزيام بلاصه راه سي ميريتي. كنتمنى ويكون داك الشيء بيان جيري، كنتمناو الموارد البشريه والموارد زعما فينونسيير تكون الفلوس ان شاء الله. ما سي سور هو جايب فلوس شكارهم، لكن ما كنتسناوش داك الشيء، كنتسناو مقاوله زعما ان شاء الله يخدم كسياسه مقاولاتيه في الفريق، يكونوا ان شاء الله انتدابات في المستوى العام الجاي. وكنتمناو من الناس اللي خدامين في المكتب يعاونوه، ولا من لي زاديرون تا هما يعطيو تيسع شويه من التخلويض، يبعدوا شويه من التخلويض لي زاديرون تا هما. بارك من داكشي ديال التخلويض والتشفارت، راينا من داكشي، وان شاء الله 3-0 للفريق. خويا حنا ديما خويا راجا خويا، فهمتي، وما سوقناش في البطوله ولا شي حاجه خويا. بالنسبه للتنظيم خويا مزيان، قطعنا التيكي بخير، ما كاملاش 10 دقائق تقطع التيكي. خويا تنطلب من اللاعبين يترجلوا معنا شويه ويزيدوا، ورد نطلب الرئيس هو يجيب لنا انتدابات كدا، وحنا راه معاهم ديما معاهم وجامي نخونوهم، ونتمنى من الله لهم التوفيق ان شاء الله في هذا الماتش. ان شاء الله نربحوا هذا الكلاسيكو ان شاء الله باذن الله ضروري، باش نزيدوا في الحظوظ ديالنا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الاجراءات كما كتشوف راه غدا مزيان، يعني بنادم منظم الحمد لله كما كتشوف، وميساج اللعابه يترجلوا العام الجاي. اما هذا العام راه ساهل، انت يترجلوا العام الجاي، اما هذا العام راه ساهل، وتنتمنوا الخير العام الجاي يكون احسن ان شاء الله. تنتمنى يكون ماشي ما يكونش بحال الاخرين، بحال الاخرين اللي فاتوا، راه تشوف كل شيء على عينك، الشفاره تبارك الله. اما دابا تنتمناو خير مع الرئيس الجديد، خاصه العام الجديد واعرين ديال الفرقه، ما هذوك ما بقيناش باغيينهم، حنا بغينا الشباب اللي تقاتلوا على التشوني، اللي لعبوا على التشوني تقاتلوا عليه كما كنقولوا. شنو تمنى خويا؟ الفرقة سالينا. العناصر ديالنا الشابة راه كلها كتلعب في البطولة الوطنية، عرفتي شحال من عنصر عندنا راه دابا كاين في سلا، شحال من دوزيام سيري، كلهم عناصر ديالنا الشابة. يعني علاش كيصيفطوهم الله أعلم؟ يعني خاصك فلوس باش تطلع الكبار، راه صعيب الحال. ضروري حنا ديما كنضربوا الفيران كيما قلت،
ديما كنضربوا الفيره وان شاء الله شي جوج صغير ولا ثلاثه. على قبل الراجل غتضيع الوقت اسمع، على قبل الراجل خاصك ضروري تساكريفي باش توصل لواحد الحاجه، خاصك تضحي بواحد الحاجه. الحمد لله بخير، شي يمكن يكون الراجل بيناتنا ما كيكونش مشكل، خاصها ما تغلطش الدعوه والبلطاجيه خاصها تتقاده بهذا المصطلح، حيت انت كتشوف الدراري الزوينين كلشي بخير. يعني انت ما غتكونش عندك واحد ما كتكونش عندك واحد الرهبه، ما كتجيش انت بواحد الوجه خايب، كيبان لك بنادم زوين كوميم، انت غتجي توقف وغتشد الصف ديالك وراه ديزا انت شو راسك، يعني وقت ما ساليش. احنا دوك اللعابه اخويا خاصهم يترجلوا معانا وفقوا معانا، حيت حنا راه كنضحيو بوقتنا. بحال دابا شحال من واحد مضحي بخدمه، كاين اللي مساكريفي بقرايه، كاين اللي عنده اف اف اكزامان دو فان فورماسيون، دابا هاد السيمانه راه كل هذه الامتحان، وشو بنادم مالي جو نعم، واللي عنده خدمه واللي عنده بزاف تلعب اخويا دوك خاصهم يترجلوا معانا، حيت البنادم كون كان رجاوي غيحس بك، كرة حتى هو راه غيكون مدوز هاد اللقطة هادي ديال الصف وديال التيران، بحال كما كان بانون وكما انه المش واخا كيطلق علينا هاد الايامات، ولكن راه ما عندنا ما نديرو، كوميم راه كيبغي الفرق. خويا ما نكذبش عليك، انا ما عمرني نقدر نقول لك اي فرق انت بغيت، انا هاد لي فرق خاصني نربحو بكثر من جوج زايع. مش حالة دي ما سكتناش لهم الحجره بهذا المصطلح، حيت هما كثرات فيهم الهضره ولا كيصحابوا كيبغيو تقارنوا بالراجل، راه صعيب الكومباريزون، راه صعيب تكومبار. اجراءات اخويا انا كلشي ساهل، كلشي الحمد لله بخير، كنتمناو اخويا اللعابه يكونوا جاد، كنتمناو من السلب ضاوي يدير شي حاجه، شطابه حنا كبغينا حاجه واحده، شطاب الوازيس كام. واحد ما يبقى. السلام عليكم، جينا اليوم قطع اوراق من الوازيز، داروا هاد العايبه كاين تخفيف، قطعنا اوراقنا دغيا غنمشيو في حالاتنا، وغدا الماتش ان شاء الله مربوحه، وداك الشيء اللي بغينا 3 بوان ضربوا ليه فار. الحمد لله جينا اليوم داك الشيء مخفف، وكما كيعرف المغرب كامل ولاد الخضراء كاع رجال، وغدا ان شاء الله لاعبين ضد العاصمه، ما كان اونتي عاصمه، ما كان اونتي عاصمه، ان شاء الله غدا غنديو رباح. ولاد الخضره كاع رجال، وين ما رحنا ودي مراجع وتعيش فوسفار. نقول لك خويا دي مراجع، وما عندناش مع لي فار، حنا تكون واضح ما القهويين اخويا، ما كان اونتي عاصمه، ما كان اونتي عاصمه، ودي مراجع دي مراجع دي مراجع جرين بوز جرين بوز. تحيه الولاد عن الشق ودي مراجع. السلام عليكم، اليوم جينا الوزيز جينا قطعوا ورقه ديال الراجع، الحمد لله الاجراءات دازت مزيانه، الدنيا خاويه، الام تعاملوا معنا صافي، داروا الطريقه ديال الطريقه ديال التقطاع حسين، باش بقات تخرج من السيفير، تفاداو السكان وداك الشيء، ونتسناو اللعاب يديروا شي قضيه مزيانه، حيت ما لعب ما والو، مؤخرا بقاو كيلعبوا ما والو، نتمناو شي فوز. هاي ورقه وغنربحوا ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.